نروح مع حضراتكم لموضوع اخر بقى. يعني وادي الجديد لكفر الشيخ يعني في فكره مميزه الحقيقه اشتغل عليها احمد ابو الخير الطالب بكليه طب الفم والاسنان بجامعه كفر الشيخ تحت شعار 5 سياحه في كفر الشيخ. الفكره بتستهدف الترويج للسياحه في محافظه كفر الشيخ وايضا تعريف المواطنين بالمناطق السياحيه والاثريه واشهر التقاليد والعادات والمأكولات اللي بتتميز بيها كل مدينه المحافظة. فكرة مبدعة جدا، إعادة اكتشاف كفر الشيخ مرة تانية بعيون شبابها، ونعرف تفاصيل أكتر مع أحمد أبو الخير الطالب بكلية طب الفم والأسنان بكفر الشيخ وصاحب فكرة 5 سياحة في كفر الشيخ. بنصبح عليك يا أحمد، صباح الخير عليك. صباح النور، أخباركم إيه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. أنت أخبارك إيه بقى؟ أنا سعيد جدا معاكم والله النهاردة. وإحنا برضه سعداء إن أنت معانا النهاردة. كلمنا كده بقى 5 سياحة كفر الشيخ، إيه القصة؟ إيه التفاصيل؟ والفكرة جت إزاي؟ هو والله انا اصلا كفراوي من كفر الشيخ، وطبعا بعتز جدا ان انا كفراوي، لكن للاسف لما جيت اتكلم عن السياحه كنت دايما بسافر لمحافظات مختلفه زي بورسعيد، زي شرم الشيخ، دهب، مناطق سياحيه فمعروفه. لكن لما وصلت على بلدي شويه لقيت ان هي فعلا فيها مناطق برضه تانيه سياحيه وتستحق ان احنا نزورها برضه، زي ما صورت الفيديو شيخ لوبه في مركز سيدي سالم تبع محافظة كفر الشيخ. دي جزيرة طبعا في نص البحيرة، بحيرة البرولوس، وشكلها جميل وشيك، وشكلها بتبين ان قد ايه السياحة الداخلية برضو قوية، يعني ممكن نقدر نستغل موضوع السياحة الداخلية بالاخص في كفر الشيخ لناس مش ممكن ما تكونش عارفة ان هي محافظة اصلا. ففي ناس كانوا بيبدوني هي كفر الشيخ تبع الغربية ولا طنطا ولا تبع ايه، فهي محافظة ومحافظة كبيرة جدا، لكن للاسف المعلومات السياحية او المعلومات عندك حق مش معروفه بالطريقه الكافيه. فانا برضو بجانب طب الاسنان انا برضو بوثق شغلي كطبيب اسنان ان انا بنزل حالاتي قبل وبعد وكلام من ده، وبحب التصوير. فقررت ساعتها بقى ان انا ممكن اتكلم الحته دي واشتغل عليها، وفعلا صورت في تسوق، طبعا كل الناس عارفه تسوق لحد كبير يعني، بخاصة مسجد سيدي ابراهيم الدسوقي، وما شاء الله الناس حبت الفكره وحبت ان حتى نفس كفر الشيخ نفسهم ما كانوش عارفين ان المناطق دي في كفر الشيخ معانا. فبدات لا اتحمس اكتر كل ما اقابل حد يقول لي لا يا حمد انت بدات فعلا تعرفنا ان بلدنا فعلا جميله، احنا كنا بنخاف او بنتحرج نقول احنا كفر الشيخ. دايما لما تيجي كلمه كفر الشيخ مع الناس او مع المحافظات الثانيه يعتبر احنا فلاحين، بس فلاحين منشا لكن مش فكر. وبفضل الله ما شاء الله حتى اثبتنا نفسنا في الجامعات وفي الدراسه وكده، دايما بناخد اوائل الجمهوريه في المسابقات وكده العالميه. دول احسن ناس يا احمد يعني. بالعكس احنا فخورين بيك الحقيقه، والفكره هايله. بس عايزه اعرف منك يعني انت بتختار الاماكن اللي بتتكلم عليها بناء على ايه؟ وبما انك معانا خلينا نستغل الفرصه برضو ونعرف منك ايه الانشطه اللي ممكن نعملها في كفر الشيخ. جميل جدا. هو بختار الاماكن بناء على يعني مثلا لو موضوع تاريخي يعني زي فوة مثلا، فهي فيها مساجد اسلاميه تاريخيه صحيح. قديمه كبيره جدا، زيها زي ما في اماكن تاريخيه بالظبط في القاهره. فدي بالتالي هحتاج ان انا اصور فيها واعرفهم واتكلم عن التاريخ وكلام موجود فيه. مثلا لو هنتكلم عن يعني كفر الشيخ، زي ما احنا عارفين ان فيها نيل، فرع من فروع النيل هو فرع رشيد، وكمان فيها بحيره اللي هي بحيره البرولوس، وكمان فيها البحر وهو بحر بلطيم. ف يعني محافظه متنوعه، فاقدر لما اتكلم عن الموضوع بالطريقه دي حضرتك بدل ما تيجي مثلا ممكن تجرب مش شرط تصيف في بحر كبحر بلطيم، لكن ممكن تيجي تعيش الاجواء معانا او تشوف عندنا بحر كمحافظه كفر الشيخ، عندنا نيل ممكن تنزل فيه ممكن تصطاد فيه زي ما تحب، عندنا بحيره. بمناسبة البحيرة يا أحمد، احنا شايفين صور جميلة جدا، احنا عايزين نحييك على الهواء لأن فعلا صور جميلة جدا، والجزيرة اللي أنت قلت لنا عليها وهي من أشهر الجزر اللي موجودة في بحيرة البرولوس، جزيرة شخلوبة دي بديعة جدا وجميلة جدا وممكن تبقى مزار سياحي يستغل بشكل كبير. الصور اللي احنا شايفينها دي كلمنا عنها، وإيه أكتر الأماكن اللي أنت شايف إن ممكن فعلا يتم الترويج ليها سياحيا، تسويق للسياحة الداخلية، إن أنا أسافر كفر الشيخ وازور الجزيره دي او ازور اماكن اخرى زي المساجد الاسلاميه اللي انت حكيت لنا عنها دلوقتي. بالنسبه للجزيره، فهي الجزيره اصلا هي في وسط بحيره كبيره، وكانت اصلا بكده مزاد للسمك، كان بيحصل فيها مزاد، السياح كانوا الصيادين قصدي كانوا بيجوا فيها. احنا شايفينها على الهواء دلوقتي. وما شاء الله يعني زي ما انتم حضراتكم شايفين كده، هي البحر المياه حواليها من كل حته. فانا حتى انا كنت عامل فيديو فيها ان انا قعدت اصطدت وشويت عليها فراخ، وقعدت انا واصحابي وفرشنا وكلنا
واصطادنا، واللي كان حب ينزل الميه نزل الميه، فهي حاجه عزله. ده غير ان كمان ما فيهاش شبكه، فخلاص انت كده فعلا هتتعزل عن العالم شويه، فتحس ان انت ايه، خلاص انا فصلت عن الضغط والوش والزحمه. فهو فعلا من اهدى المحافظات في الجمهوريه هي محافظه كفر الشيخ. صحيح، انت تقدر تجيها عايز تفصل عن الوش والزحمه كلها هتيجي كفر الشيخ. وكمان انا ممكن اتكلم على حته الاماكن اللي ممكن نروح لها سياحيه. فوا فين ايه؟ فوا فوا اللي فيها مساجد، فيها مساجد كمان مهمه جدا. مساجد مساجد وفيها النيل كمان بيعدي منها فرع رشيد. ومدينه دسوق ما شاء الله من المدن اللي بيسموها اصلا عروس النيل. فيها فيها فرع كبير قوي من من فرع النيل، وجنبنا على طول جزيره الرحمانيه، دي جزيره برضو مزروعه كلها موز، برضو ممكن تعمل فيها اكتيفيتي ثانيه انت تقعد فيها تنعزل برضو، تقعد مع نفسك تفرش زي بيكنيك كده مع اهلك او اصحابك. تحس بحيث ان انت يعني انا عايز مكان هادي، عايز مكان هادي خلاص، يبقى يعني جه في دماغي ان اروح مكان هادي فيه ميه وخضره وزراعه وفلاحه وكلام ده، يبقى اول اختيار ليا هو كفر الشيخ. طيب احمد، انا واحده من الناس اللي ممكن اسافر عشان الاكل، فاحنا واحنا بنتكلم عن الفكره بتاعتك والفيديوهات بتاعتك كنت بتتكلم كمان عن كل مدينه بتشتهر باكله ايه. بالظبط بالظبط، قول لنا بقى ايه اكتر حاجه بتشتهر بيها كفر الشيخ. هو بالنسبه لكفر الشيخ ككل دلوقتي احنا مشهورين جدا بموضوع البط والوز والحاجات اللي مشاوي والحاجات دي، والفطير المشلتت، يعني شغل فلاحين اللي هو الفلاحين اللي هم انا في بيت ممكن في الفلاحين قدام شويه بيطبخوا اكلهم في الفرن اللي هو الطين ده اللي هو بتاع ايام زمان بتاع جدي وجدتي. ده غير بقى كمان الخير نفسه اللي في الاكل، بما ان الاكل طبيعي بيبقى طعمه طبعا مختلف اكيد. انا بشكرك جزيل الشكر احمد ابو الخير صاحب فكره خمسه سياحه في كفر الشيخ، فكره هايله فعلا، واتمنى ان كل شاب فعلا يكون موجود في محافظه او في مدينه يتكلم عنها بشكل اكبر ويعرف الناس عليها اكتر. فكره هايله وعظيمه، وعايزين نروح لاحمد ابو الخير يعني يستضيفنا كده في كفر الشيخ وبالكاميرا ونتفرج على الاماكن الجميله اللي هناك.